خلونا ناخذ معلومة سريعة. الآن نبضات القلب كلنا نعرف انها طبيعية من 60 الى 100، صح؟ طيب لو جيت يا دكتور وقست نبضات قلبي وجدتها 120، خطير؟ الحقيقة لا، من الطبيعي جدا انه يرتفع نبضات قلبك وتنزل بناء على الظروف. وعشان اعرف اقصى حد ممكن تصل له نبضات قلبي ببساطة 220 رقم ثابت، 220 نقص منه عمرك يطلع لك رقم. لو عمرك 20 مثلا، 220 ناقص 20 200، ف200 هو اقصى تقريبا حد يصله قلبك من عدد النبضات في الدقيقة. وبالنسبة لأقل حد في الحقيقة انه اقل حد هو 60. طيب دكتور اجدها احيانا 50 55. في الواقع انه عند الرياضيين انخفاض نبضات القلب وقت الراحة يدل على كفاءة القلب، يعني تجدها 40 45، هذا يدل عليه. لذلك كفاءة القلب عالية، ما يحتاج الجسم انه يزود العدد لان الحجم اللي قاعد ينتجه القلب في كل نبضة كفو. وعند الناس كلهم وقت النوم تنخفض نبضات القلب طبيعي على 60، تصل من 50 الى 40، هذا طبيعي. تذكرون تكلمنا عن دورات النوم 4 مراحل، يعني الناس قسموها الى 6 الى اخره، لكن بشكل عام 4. في المراحل الاولى هذه ينخفض فيها التنفس ونبضات القلب، هذا شيء طبيعي. لكن سبحان الله عندما تصل الى مرحله عميقه رابيد اي موفمنت، هذه مرحله الحركه السريعه للعين، يكون فيها نبض القلب يرجع تقريبا الى الطبيعي كانك صاحي. ليش؟ تذكرون الدماغ يوقف جميع حتى انه يعمل شلل للاطراف، ما حد تتحرك. شفت واحد نام خلاص، هذا خلاص وصل للدرجه العميقه. وهنا الدماغ يرد وظيفه القلب قريبه من الطبيعيه، لان هنا يبدا ينظر في الجسم ويعمل ترميم للمشاكل وموازنه هرمونات. لذلك اللي يصل الى هذه الدرجه العميقه يقوم مصحصح ونشيط ومركز. وتكلمنا عن كيف نصل الى هذه الدوره العميقه، شفتوا كيف قاعدين نتكلم في اشياء متعدده صراحه.